انتظارات انتظارات. ايه يا ابني الوقت اتاخر والمماليك عايزين يمشوا، هنعمل المذبحه امتى؟ الاساسنز متاخرين علشان في حادثه على الطريق. معلش يا مولاي حاول تماطل مع المماليك شويه والنبي. اماطل؟ حاضر امري لله. تصبح على خير بقى يا كبير، كانت سهره جميله قوي. مش الوقت اتاخر ولازم ننام. لا تناموا ايه، والمفاجاه اللي عاملها لكم. مفاجاه؟ انا ما كنتش عايز اقول لكم اني ناوي اموتكم. مين ده؟ قلت لكم هموتكم ازاي؟ ممكن فظيع، ما كنتش عارف انت بتعمل ستاند اب. حقيقي مزهر، بس احنا اتاخرنا ولازم نروح دلوقتي. اثبت مكانك. هنا عنوانك، الخوف بيخاف منك. ايه السلطنه دي؟ انا قاعد متسلطن. واو ده ارنب. خلاص يا مماليك يا عوباش. ايه ده في ايه؟ العرض خلص، العرض الحقيقي اللي جمعتكم النهارده عشانه جه وقته دلوقتي. استعدوا للمجزرة. مجزرة؟ مجزرة ايه؟ مجزرة الاسعار، مذبحة الخصومات. قرب قرب قرب، واللي ما يشتري يتفرج. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل، لو بتشوف الحلقة دي الأول أحب أقولك إن أنت ممكن توقف وتشوف الحلقة اللي فاتت بعنوان المماليك، وبعدين تخلصها وترجع تشوف هذه الحلقة عشان تحظى بتجربة أفضل. تعالى يا عزيزي نتكلم على فصل مهم جدا في نهاية تاريخ المماليك، برج دابق. سنة 1516 ميلاديا وعلى بعد 40 كيلو شمال مدينة حلب في سوريا، وعند السهل الممتد في شمال قرية دابق. مهم تبعة اللوكيشن أسهل. والمعروف ببرج دابق، وقف السلطان قنصوة الغوري سلطان المماليك على رأس جيش من 50,000 مقاتل جايين عشان يواجهوا جيش الدولة العثمانية اللي تجرأت وبدأت تدخل أراضي السلطنة المملوكية واحتلت جزء من أملاكها اللي هي إمارة ذي القادر، وفي قول آخر ذو القدر، وفي قول آخر ذو القدر. وفي ليلة الأحد يوم 24 أغسطس 1516، وقبل ما السلطان الغوري يخش ينام، بص أخيرة على السهل اللي قدامه، سهل مرج دابق، وقال: قلبي خائف منك يا مرج دابق. والصراحة عزيزي هو كان معاه حق يخاف، لأن كوني جاي من المستقبل أحب أقول لك إن فاضل في حياته ساعات قليلة، واللي فاضل أصلاً في دولة سلاطين المماليك مجرد أسابيع، والقبة الفظيعة اللي عليها زخارف مدهشة اللي بناها الغوري في قلب القاهرة عشان يدفن فيها، قبة الغوري اللي في شارع الغورية هتفضل للأبد فاضية، لأن السلطان الغوري مش بس هيموت في المعركة، ده الخيول هتدوس عليه ومحدش هيعرف طريق جثته اللي هتضيع وتختفي. بالرغم من ان عهد السلطان الغوري تميز ببذخ السلطان الشديد وحبه في انه يبني مباني جميله، ولكنها كانت سنين بتقول لاي حد يقدر يفهم ان رياح التغيير جايه. طب وايه يعني يا ابو حميد؟ ما احنا عارفين من الحلقه اللي فاتت ان لما مؤاخذه حياه المماليك دي عامله زي ما تكون سايبر، كل واحد بيخش ساعه ويخلص ويجي اللي بعده، ويفضل يقول لك والله اخر موت اخر موت حرفيا. لا عزيزي، المره دي رياح التغيير جايه على المنطقه كلها. عندك مثلا راس الرجاء الصالح، عشان فجاه كده يظهر للروبين الله ده في شورت كات عشان يغير طريق تجاره اوروبا كامل، ويخليها تمر بعيد عن ارض المماليك، ويحرم المماليك من واحد من اهم مصادر دخلهم الجمارك والضرائب المفروض على التجاره. بنفس الوقت ده خلى الدوله المملوكيه في وضع مالي حرج، لان وقتها كان هناك قوه شابه وفتيه، الدوله العثمانيه دي يا عزيزي كانت قوه عندها شهيه في التوسع. صحيح وقت قايد باي حاولوا يتوسعوا على حساب المماليك، لكن قايد باي قدر يحسم المواجهه لحسابه ويخلي السلطان بايزيد الثاني العثماني يقبل الهدنه بين الدولتين. ولكن لما بايزيد الثاني بيموت سنه 1512 بيتولى مكانه سلطان مهم جدا في تاريخ الدولة العثمانية، صاحب الطموح العظيم سليم الأول. في الأول علاقة السلطان سليم بالمماليك كانت علاقة ودية، أو في عالم السياسة تبدو أنها كذلك، والسلطان الغوري كان مطمن لحد كبير، لأن العثمانيين كانوا مشغولين بناس تانية، كان عندهم عركة أهم بكتير من المماليك مع أعدائهم من الصفويين. العركة دي كانت مخلصة على كل طاقة سليم الأول وبتمتص كل قوة العثمانيين، ولكن لما قدر سليم ينتصر انتصار حاسم على الصفويين في معركة جلديران سنة 1514 فضينا بقى
نبتدي بقى نشوف المماليك دول ايه اخبارهم. الدور جه على المماليك وبدا كل طرف سواء العثمانيين او المماليك يجهز لمعركه وهو عارف كويس قوي انها سوف تكون معركه حاسمه لا تنتمي لدور المجموعات، نوك اوت بلغه اليويفا. وبالفعل السلطان سيم الاول يبدا بالتحرك ويتوغل في اراضي المماليك. المماليك يسكتوا يسيبوا الفترات التاريخيه التاليه تاكل وشهم، راحوا مجهزين جيش في حلب يوقف هذا الزحف عشان تلتقي قوات الطرفين في مرج دابق. في صباح يوم المعركه بيقف السلطان الغوري وحواليه 40 مصحف شريف في اكياس من الحرير الاصفر، شايلها جماعه من الاشراف سلاله النبي، وراهم جماعات من الصوفيه بعلامهم الحمراء والخضراء والقضاء، ومعاهم الخليفه العباسي عشان يقابلوا العثمانيين. وهنا بتبان قوه الدوله العثمانيه وال300 مدفع الجبار، المدافع اللي قدرت تكسر المماليك. بعد 8 ساعات يا عزيزي من المعركه بنوصل لاخطر مراحلها. فجاه في جيش المماليك بتتسرب اشاعه، يا جماعه السلطان اتقتل. اللي طلع الاشاعه دي قائد الميسره خاير بيك امير حلب. خاير بيك يا عزيزي او زي ما سماه المصريين بعد كده بخاين بيك، في افيه شديد التوقع كان سبق واتفق مع العثمانيين ان هو يبيع السلطان الغوري. وبالفعل الراجل كان خاين محترم قد كلامه، الشهاده، وانسحب ورجع بجنوده على حلب بعد ما اتسربت الاشاعه. تخيل الميسره كامله انسحبت من الجيش كان الاهلي من غير علي معلول. خاير بيك خد جنوده وراح على حلب، وبانسحاب الميسره يصبح جيش المماليك في موقف لا يحصد عليه، يهرب الجنود من المعركه خصوصا بعد اشاعه موت السلطان الغوري، ويفضل السلطان لوحده في قلب المعركه. يا جماعه اللي قال لكم اني مت كذاب، انا لسه عايش. اخوانا كلكم فاكريني مت؟ مفيش حد وافي غير خاير بيك، هو اكيد اللي ما سربش الاشاعه دي لان هو واحد من قاده الجيش بتوعي. يفضل الغوري في هذه المعركه مع عدد قليل من حراسه، ولحد النهارده احنا ما نعرفش تحديدا ايه اللي حصل. بعض المؤرخين بيقول لك ان جاله ازمه قلبيه لانه وقت المعركه كان عنده 75 سنه، ويقال انه وقع من على حصانه واداس اثناء الحرب. البعض الثاني بيقولوا ان جنود العثمانيين لحقوه وهو بيهرب فقطعوا راسه ورموا جثته وسط الجثث. ولكن اللي احنا نعرفه ان بهزيمه السلطان قنصوه الغوري بيشتغل تتر النهايه في دوله سلاطين المماليك. بيجمع يا عزيزي المماليك او ما تبقى من المماليك في القاهره، وبيختاروا خليفه للسلطان الغوري وهو ابن اخوه الاشرف تومان باي. تومان باي بيتولى الحكم وهو بلا جنود كفايه، بلا اموال في الخزينه، بيحاول بما عنده من موارد اللي هي اساسا قليله ان هو ينظم المقاومه تاني. وعلى مدار 7 شهور يحاول بيأس انه يواجه جيش العثمانيين ويوقف تقدمهم. طب وايه اللي بيحصل يا ابو حميد؟ بينجح. توعت انت يا عزيزي، عمرك شفت سلطان مملوكي بينجح؟ صحابه دايما ينطوا على المصلحه يبوظوا حاله. تومان باي اكتشف ان كبار المماليك وامرائهم كانوا خلاص اتفقوا مع العثمانيين. خير بيك بقى تريندنج. بيرفض تومان باي العرض اللي قدمه له السلطان سليم انه يستسلم وفي المقابل يتولى اماره مصر في رساله بعتها له كانت مليانه بالتهديدات، بل كمان كان هناك فيها استهزاء باصل تومان باي. سليم قال له انا سلطان ابن سلطان لعشرين جد، لكن انت يا تومان باي مين؟ من هو اصلك؟ ده انت مملوك تباع وتشترى. يقال ان هذه الرساله ابكت تومان باي، ويقال انه عهد على نفسه ان هو هيقاوم لاخر نفس. اكيد مات يا ابو حميد. صح. وهكذا تقود الجيوش المملوكيه معارك بائسه امام العثمانيين، ولكن تنتهي الامور بهزيمه المماليك. تعرف يا عزيزي معركه الريدانيه خد وقت قد ايه؟ ما كملوش شوط. يقال الحرب خلصت في 20 دقيقه بس. العركه بدات وانتهت في تلتايه. الريدانيه اللي على حدود القاهره واللي النهارده منطقه العباسيه، لما انتصر العثمانيين هناك بيدخلوا القاهره نفسها ويختفي تومان باي والمماليك. شكله يا ابو حميد تومان باي هرب. عزيزي انت اهوج. تومان باي ما هربش، بالرغم ان السلطان سليم الاول كان معتقد ان خلاص تومان باي هرب ومش راجع، الا ان تومان باي كان مستخبي في دهاليز القاهره، وبعد كام يوم بيظهر من جديد وبيقود 8000 مملوك بينضم ليهم عدد من البدو ومعاهم مجموعه من الاهالي. بيواجهوا جيش العثمانيين في حرب شوارع جوه القاهره. حرب استمرت 4 ايام كامله، الحرب اللي اوشك للحظه تومان باي ينتصر فيها، لدرجه ان خطباء المساجد يوم الجمعه رجعوا يدعوا له تاني. ولكن العثمانيين ما استسلموش بسهوله، استخدموا المدافع وضربوا قلب القاهره، واضطر تومان باي انه يهرب من جديد. انتقم العثمانيين اشد انتقام من الاهالي وحرقوا مساجد شارع الصليبه اللي كان مركز المقاومه. بعض المؤرخين بيقولوا ان في هذه المواجهه مات اكثر من 60,000 شخص. المؤرخ ابن اياس اللي كان حاضر هذا المشهد بنفسه بيقول ان هذا الحدث في القاهره كان اشبه بدخول المغول بغداد. ولكن بعد ما كل ده حصل تومان باي يتمكن للمره الثانيه انه يهرب من العثمانيين ويتبع اسلوب هجوم العصابات على العثمانيين. انت شو وجهك؟ فيواجههم في وردان والجيزه ودهشور واطفيح، وده اللي بيخلي تومان باي يكسب شعبيه كبيره وسط المصريين اللي بيشوفوا فيه
بطل اسطوري بيظهر في اي مكان يضرب ضربته ويهرب. ولكن في محافظه الغربيه بتيجي لحظه النهايه لما شيخ العربان حسن بن مرعي يخون تومان باي ويسلمه للعثمانيين. ورغم ان السلطان سليم الاول كان معجب بتومان باي لدرجه ان البعض بيخمن انه فكر بالفعل انه يعفو عنه ويوليه اماره مصر. ده عدو مبهر شاطر، ولكن امراء المماليك زي خاير بيك الحوا عليه انه يجب انه يعدم تومان باي، لان لما اخذك كده لما يتحول هو الحاكم ما هو ممكن يعدم الخاينين اللي كانوا ماسكين الميسره، ها اللي قالوا ان الغوري مات وهو ما ماتش. ومع خوف السلطان سليم الاول من شعبيه تومان باي واسطورته بيامر بعد 17 يوم من حبس تومان باي داخل معسكر العثمانيين في بولاق انه يتم اعدامه. وفي 23 ابريل 1517 بيمر موكب عظيم من بولاق لحد القاهره، موكب راكب فيه تومان باي على حصان حواليه 400 جندي من العثمانيين، والناس واقفه على الجنبين بيحيي تومان باي باحترام وبتبجيل وهو بيرد لهم التحيه على طول الطريق لغايه ما بيوصل الموكب عند باب زويل. هيقف الحصان وينزل من عليه تومان باي وبيشوف حبل المشنقه متعلق، هيعرف ان هي دي لحظه النهايه. بيقرر يمشي لحبل المشنقه بنفسه، يبص للناس ويطلب منهم ان يقروا له الفاتحه 3 مرات، وبعد كده يبص للجلاد ويقول له مقولته الشهيره اللي هي اخر جمله قالها سلطان مملوكي اعمل شغلك. وبالفعل يتم شن تومان باي فيتقطع بيه الحبل ويقع على الارض، يجيبوا حبل جديد فيتقطع بيه تاني، يجيبوا حبل اكثر متانه فيشنقوه الشنقه الثالثه، وهنا تصعد روحه الى السماء والناس حواليه بيصرخوا حزنا واسفا عليه، ويفضل جثمانه متعلق على باب زويله لمده 3 ايام لغايه ما ريحته تطلع، وبعدها ينزل ويتغسل ويتكفن ويدفن في قبر بدون علامه في مكان ما تحت قبه الغوري. لحد دلوقتي مش قادرين نحدد مكانه. وهنا يا عزيزي تنتهي دوله سلاطين المماليك، الدوله اللي بدات بدماء تورانشا وانتهت بجثمان تومان باي معلق على باب زويله. لو لاحظت يا عزيزي هتجد هناك مفارقه، ان هذه الحقبه بدات بالدماء وانتهت بالدماء، بدات بموت تورانشا اللي الاول حاولوا يقتلوه فهرب، وبعدين حاولوا يحرقوه فهرب، لحد ما مات في النيل. وكمان تومان باي التخلص منه ما كانش سهل، حاولوا يشنقوه 3 مرات، ده غير ان قبل كده في المعارك كان كل مره بيهرب وبيرجع تاني. المحصله يا عزيزي ان دوله المماليك انتهت، او اكشلي دوله سلاطين المماليك، الدوله اللي حكمت مصر وبلاد الشام وبلاد الحجاز لمده تصل الى 257 سنه. لا يا ابو حميد، لما سليم الاول اللي هو تاريخيا بيلعب في 1500 هو اللي قضى على دوله المماليك، فازاي بقى محمد علي اللي جه بعده بحوالي 300 سنه عمل مذبحه المماليك الشهيره وقضى عليهم؟ هم المماليك دول كم جزء يا اهوج؟ هناك فرق شاسع بين دوله المماليك حكم المماليك والمماليك. صحيح ان دوله سلاطين المماليك انتهت وحكمهم المباشر لمصر انتهى، ولكن المماليك نفسهم في مصر استمر. لا ده كمان قدروا يلاقوا مكان ومكان لنفسهم جديده، يمكن كمان اقوى من الاول. خليني يا عزيزي اخدك لسنة 1517، المماليك انهزموا والدولة المملوكية انتهت وتومان باي اتعدم وسيرته اختفت كأنه ما كانش موجود اصلا. على حد قول المؤرخ المصري ابن اياس، فالسلطان سليم الاول المنتصر بيجمع الصناع والحرفيين وعلماء الدين والقضاء ويوديهم على اسطنبول، وياخد معاه بالمرة الخليفة المتوكل على الله الثالث. وهنا يا عزيزي تنتهي مرحلة الخلافة العباسية الصورية، ويبقى السلطان العثماني هو ذات نفسه الخليفة، وينتقل مقر الخلافة من القاهرة إلى اسطنبول. ولأن عزيزي المسافة بين المدينتين كبيرة وفي جبال وصحاري بتفصلهم عن بعض، فبيوصل الخليفة العثماني لتوليفة مختلفة شوية عشان يقدر يحكم مصر. توليفة بقى بتخلي مين جزء من السلطة في مصر؟ أكيد المماليك يا أبو حميد. اسم الله عليك يا عزيزي، أكيد وأنت صغير كنت بتلعب لعبة الاختلافات. ببساطة يا عزيزي العثمانيين شافوا إن فكرة المماليك دي فكرة متميزة، ناس بتجيبهم بأسعار رخيصة من بلاد بعيدة ندربهم على القتال والجندية طول حياتهم، تربية عسكرية صارمة نقدر نحارب بيهم أعدائنا. عشان كده فضلوا العثمانيين يجيبوا مماليك من بلاد ما وراء النهر او من اماكن الغزوات العثمانيه في اوروبا، ده غير كمان ان امرائهم في الوقت ده الوقت اللي كان سليم الاول بيسيب في مصر هم فعلا الادرى بكل شؤون البلد، عارفينها حره حره وخرم خرم وعارفين ازاي يمشوها. السي بتاع المماليك قوي جدا، عندهم اكسبيرينس 257 سنه وكلهم عارفين هم هيبقوا فين في خلال 5 سنين، غالبا هيبقى متعلق على اي باب. فتكون السلطه في ايدين 3 قوى، القوى الاولى بتكون ممثله في سلطه الباشا او الوالي، والقوى الثانيه في ايد جنود الوجاقات العثمانيه اللي هي الحامية العسكرية اللي موجودة في القلعة عشان توقف أي تمرد. السلطة التالتة بقى في إيد أمراء المماليك، كل أمير بيتولى سنجق أو مديرية اللي هي بلغة عصرنا محافظة، الأمير المملوكي بيصبح محافظ وبياخد لقب بك. تقسمت مصر وقتها ل 24 سنجق، كل بك مسؤول عن إدارة مديريته وتنظيم شؤونها، كل بك يا شباب في سنجقه، محدش يبص في سنجق التاني، يشرف على الزراعة فيها ويحفظ الأمن ويحافظ على صادراتها من الحبوب للدولة العثمانية. أما بقى البيك اللي بينظم شؤون القاهرة فده البيك بيك، الشخص ده بيكون
هيكون اهم والي لانه ماسك العاصمه، فبيتعرف بلقب شيخ البلد. العثمانيين والمماليك اتفقوا على نظام فعال الى حد كبير في الاداره، والي بيحكم ويحط الخطوط العريضه للبلد ويضمن ولاء البلد دي للسلطنه العثمانيه، ومماليك مخضرمين يقدروا يديروا مفاصل البلد عندهم خبره في شؤون مصر بتنتقل من جيل للتاني. وطبعا واحده من اهم هذه الامور هي امور الضرائب والفلوس. في الوقت ده الاراضي الزراعيه كلها كانت بتدار بنظام اسمه الالتزام. النظام ده بيخلي كل مجموعه قرى او اراضي مع بعضها تحت سيطره شخص هو ده الملتزم. مهمه هذا الملتزم انه يبعث الضرائب مقدما للوالي، الوالي اللي هيبعتها للسلطان فين؟ في اسطنبول. بعدها يلم بقى بمعرفته من العمال والفلاحين، هو شطارته يعني بيدي مقدم، بيدي للسلطان مقدم وبعدين هو بقى يلم. قال لك السلطان ضريبته توصل لي وانت ملتزم تلم الضرائب من الناس. طبعا مش محتاج اقول لك ان الملتزم ده كان بيكون واحد من امراء المماليك في الغالب. يعني النظام ده كله بقى اثبت فاعليه ونجاح لفتره كبيره من الزمن، بالاخص في الوقت اللي بتكون الدوله العثمانيه فيه قويه والوالي العثماني هو كمان بدوره قوي والمماليك في حالهم كفايه شقاوه بقى. ساعتها كان بيبقى فيه توازن واستقرار في السلطه. يا ابو حميد خلاص الحلقه انتهت. لا ده البلد بتصرني هطلع واجيلك. اي دوله يا عزيزي عامله كده زي الانسان، الانسان بيحصل له ايه؟ بتمر بلحظات ضعف ولحظات مرض، وده اللي حصل مع الدوله العثمانيه. بدات مشاكلها تكتر والمماليك بداوا مع الوقت يستعيدوا قوتهم، ما هم بيلعبوا على ارضهم. لما مؤاخذه كده دوله عثمانيه قوتنا عماله تزيد وانت ضعيفه واحنا عايزين نحكم. الموضوع يا عزيزي كان بيوصل احيانا ان شيخ البلد يكون هو الحاكم الفعلي للبلاد ويضطر الوالي انه يستجيب لاوامره. فاكر يا عزيزي شيخ البلد ده بيبقى البيك بتاع القاهره، كده كده المفروض ان الوالي العثماني اعلى منه. الامور بتزيد اكتر واكتر بمرور الزمن، توصل لدرجه ان شيخ البلد علي بيك الكبير يستغل الحرب اللي بين روسيا والدوله العثمانيه ويعزل الوالي سنه 1768 معلش شركه منتا، ويؤمر الوالي انه يغادر مصر في خلال 48 ساعه. متخيل؟ مش بس بيستولي على حكم مصر، ده بيبدا يعمل حملات عسكريه غرضها انه يستولي على دوله زي اليمن واراضي الحجاز، ويتم الدعاء باسمه في مكه في الحرم الشريف كسلطان للبلاد. ومش بس كده، كمان بيبدا يتواصل مع الروس اللي هم اعداء الدوله العثمانيه ويجهز حمله بقياده صديقه محمد بيك ابو الدهب عشان تضم بلاد الشام كلها لحكمه. وفعلا الحمله بتوصل نابلس والقدس ويافا وبتستسلم لها دمشق. ايه ده يا ابو حميد بجد؟ قد يبدو ليك يا عزيزي ان علي بيك الكبير سيطر على كل حاجه، بس يبدو يا عزيزي ان علي بيك الكبير نسي قاعده مهمه جدا في تاريخ المماليك، مفيش صاحب بيتصاحب. محمد بيك ابو الدهب صديق علي بيك الكبير وصهره وقائد جيوشه وصاحب الفضل الاكبر في انتصاراته، يقرر يغير ولائه ويخون علي بيك الكبير صاحبه وينحاز للسلطان العثماني ويرجع بالجيش من الشام. يا ابو حميد ده انسحب زي خير بيك. يا ريته كان زي خير بيك، يا ريته انسحب بس يا عزيزي، ده رجع يحارب القائد بتاعه وصديقه علي بيك الكبير ويخليه يضطر انه يهرب من القاهره. مش بس كده، قواتهم بتتقابل في منطقه الصالحيه في الشرقيه عشان يصاب وقتها علي بيك الكبير اصابه تؤدي الى وفاته، وتنتهي هنا 5 سنوات من التمرد وحكم مصر. اظن دلوقتي يا عزيزي عرفت اجابه السؤال الشهير من فيلم الناظر، مين اللي قتل علي بيك الكبير؟ فنقدر يا عزيزي نقول مجازا اللي قتل علي بيك الكبير هو محمد ابو الدهب. خليني يا عزيزي انتقل بيك بالزمن وتحديدا يوم 15 ابريل سنه 1800. كليبر قائد الجيوش الفرنسيه في مصر بيواجه تمرد عنيف بقاله شهر كامل، او ما يعرف بثوره القاهره الثانيه. كليبر بيقرر يضرب القاهره بالمدافع، واللي بيمده باحتياجاته في الحرب من مؤن وذخائر ما هو الا قائد المماليك وشيخ البلد مراد بيك. ده كمان كليبر لما يقرر يحرق حي بولاق مركز ثوره القاهره الثانيه، مراد بيك مش بس بيسمح له يعمل كده، لا ده بيبعت له مراكب محمله بال حطب والمواد الملتهب كسر واحنا نجبس عشان يخرب حي بولاق والقاهره تماما. سمعك يا عزيزي بتقول لي هو في ايه يا ابو حميد؟ ايه اللي بيحصل؟ عزيزي المشاهد الجميل ممكن تسمح لي افرش السياق؟ ممكن؟ اتفضل يا ابو حميد. شكرا. في 1 يوليو 1798 بتوصل سفن نابليون بونابرت اللي شايله 40,000 جندي يوصلوا لشاطئ العجمي جنب اسكندريه. ايه يا ابو حميد كانوا حاجزين في النخيل؟ لا يا عزيزي كانوا جايين يحتلوا مصر. هم احتلوها؟ يبدو يا عزيزي ان انت كنت طالب مستواك تعبان. مصر وقتها يا عزيزي كان بيحكمها 2 من امراء المماليك، مراد بيك وابراهيم بيك، وسط وجود سوري تماما وعديم المعنى تقريبا من الوالي العثماني. وبعد 17 يوم من المشي في الصحراء يوصل نابليون بونابرت الى منطقه بشتيل جنبها على طول في امبابه، بيكون جيش المماليك بقياده مراد بيك مستنيه في الخلفيه كده عزيزي في الكادر بتاعهم هناك الهرم الاكبر. عشان تتعرف المعركه دي باسم معركه الاهرامات. خليني اقول لك يا عزيزي ان هذا اللقاء
كان جدير انه يتزاع على اون سبورت، ما كملش ربع ساعه. احنا ما يبدو يعني يا عزيزي ان المماليك ما كانوش محضرين كويس للمعركه وسقطوا بعض التفاصيل البسيطه. باختصار يعني كانوا داخلين الحرب بالرماح وبالسيوف وبنفس الاساليب المعتاده وكده يعني. لقوا امامهم جيش مسلح اوروبي بالمدافع والبنادق، وسوف اترك الباقي لخيالك ولاحساسك. الجيش الاوروبي بيقدر يشتت قوات المماليك بمنتهى السهوله ويجبرهم انهم يرموا نفسهم في النيل عشان يلحقوا نفسهم من الجحيم اللي طالع من المدافع. كتير منهم كان بيموت غرقان في الهروب ده. في الوقت ده تقريبا 10,000 مملوكي يا اما اتصاب يا اما اتقتل يا اما غرق. ويهرب ابراهيم بيك للشام بمماليك، ويهرب مراد بيك للصعيد بمماليك، ولكنه ما بيستسلمش ويحاول يفرهد الحمله بمناوشات مرهقه ومستمره. خد بالك يا عزيزي ان ده كان من ضمن الانماط المشهوره قوي في حروب المماليك، الكر والفر. انتش واجري، مش قادر اواجهك جيش لجيش، احاول اخد منك اللي اقدر اخده، زي اللي كان بيعمله الطومان باي في جنود العثمانيين. مراد بيك ومماليكه كانوا بيختاروا مكان ينزلوا فيه في الصعيد يعسكروا ويستقر. وقبل ما يوصل جيش الفرنسويين اللي بيطاردهم بقياده الجنرال ديزيه، بتوصل اخبار لمراد بيك عن طريق جواسيسه، فيقوم هارب ويروح مكان تاني، وهكذا تستمر هذه الرحله التي انهكت الفرنسيين. وبعد ما يضطر نابليون انه يسيب مصر عشان بقى الاضطرابات اللي حصلت في فرنسا بقى، انت عارف بقى القصه يعني، بيمشي نابليون وهو لسه مش قادر يقضي على مراد بيك ومماليكه. يجي الجنرال كليبر يحكم مصر بعد نابليون، ويبدا مع مراد بيك مفاوضات للصلح. مراد بيك كان عنده تخوف، لو الفرنسويين مشوا والعثمانيين رجعوا يحكموا مصر هيقوموا شايلينه ويجيبوا حد مكانه. وهنا مراد بيك يتفق مع كليبر انه هيحكم الصعيد باسم الجمهوريه الفرنسيه كومود تاليفو. ولما مراد بيك يلاقي ان القاهره بتتمرد ضد الفرنسيين في ثوره القاهره الثانيه، يشوف مشهد فيه الكثير من الخسه والنداله. يا مراد، مراد بيتفانى في خدمه الحمله الفرنسيه اللي هم حليفه الجديد، ويساعد الفرنسويين عشان يحرقوا القاهره، القاهره اللي هو كان شيخ بلدها واللي اهلها عارفينه وهو عارفهم. مراد بيك بيمد ايده لكليبر ويساعده بكل حاجه محتاجها عشان يقضي على ثوره القاهره، وبوقود حرق حي بولاق. ده يا عزيزي مشهد درامي يوريك نظام المماليك راح فين، ازاي تحول وجودهم من وجود دافع عن الشرق ضد الصليبيين والمغول بالنظام، حتى لو شهد صراعات دمويه لكنه ساهم في عمران القاهره بمساجد واثار عظيمه ومدهشه. كل ده فجاه بيتحول لوجود مزعج للمماليك اللي بيساهموا مع المستعمر انه يحرق القاهره. قدر يا عزيزي لا يمهل مراد بيك الكثير، اكيد حد قتله يا ابو حميد، انا عارف. الحقيقه يا عزيزي المره دي طاعون. يا جديده دي يا ابو حميد، بيظهر طاعون قوي بيضرب صعيد مصر، مراد بيك يكون اهم ضحاياه عشان يموت ويدفن في سوهاج في قبر لسه موجود لحد النهارده، بخروج الفرنسويين من مصر وبموت اخر امير مملوكي قوي اللي هو مراد بيك، وكمان ادراك المصريين لمواطن قوتهم وقدرتهم على مواجهه الحمله الفرنسيه. هنا تشهد مصر حاله من الفوضى السياسيه، العثمانيين بيحاولوا يرسلوا ولاء اقوياء، والمماليك بيحاولوا يرجعوا للسيره القديمه، ينتفض الشعب المصري ضد الفرنسيين ويكون ليهم كلمه وصوت مسموع، لدرجه ان اهل القاهره بقياده عمر مكرم سنه 1805 ميلاديا يثوروا على الوالي العثماني خورشيد باشا، ويضطر السلطان يستجيب ليهم ويعزلهم وينفذ مطالبهم في تعيين قائد فرقه جنود الالبان الارناؤوط عشان يكون والي على مصر، الراجل اللي هيكون له شان عظيم بعد كده، ويتفق المؤرخين على انه مؤسس مصر الحديثه اللي اسمه يا عزيزي محمد علي. محمد علي لما وصل للسلطة كانت مشكلته الأولى والأهم هي المماليك، الحكام الفعليين للبلد اللي نظامهم مستمر من مئات السنين. بعد 3 شهور بس من تولي محمد علي السلطة، أحد أهم أمراء مماليك مراد بيك، فاكره اللي كان اسمه محمد بيك الألفي، الراجل ده بيهاجم القاهرة ومعاه 1000 مملوك. لكن محمد علي بيعمل لهم كمين وبيطردهم بره حدود القاهرة والجيزة، ولما بيحاول يطردهم كمان بيكون ليهم القوة والغلبة عليه وبيهزموه في الفيوم ويهزموه مرة تانية في البحيرة. ولما الإنجليز بيستعدوا لغزو مصر أثناء حملة بيتواصل معاهم الألفي بيك مقابل وعد منهم انه يكون حاكم مصر لما احتلوها، ولكن الزمن يا عزيزي للاسف ما بيمهلوش كتير، ويموت قبل ما توصل الحمله شواطئ مصر سنه 1807. الحقيقه يا عزيزي ان محمد علي جت احلامه اكبر من انه يكون مجرد والي سوري على بلد بيحكمه بشكل فعلي المماليك، عايز انا اللي احكم، ودي شايف المماليك بيعملوا ايه. طموح محمد علي كان اكبر من خيال اي حد وقتها، ولانه راجل معروف بالذكاء والدهاء الشديد وقادر يفهم ازاي بتدار المكائد والحيل، ادرك محمد علي ان حكم مصر مستحيل يستقر الا لو انتهى النظام القديم تماما. توليفه ال3 قوات وخلطه كنتاكي دي ما عادتش تنفع، النظام اللي اقامه السلطان سليم الاول قبل 290 سنه ما بقاش ياكل مع محمد علي، لان ببساطه مركب اللي ليها رئيسين تغرق. وعشان كده دبر وخطط وقدر يصالح المماليك وينهي حروبه معاهم. الصلح طبعا اللي ما كانش صلح حقيقي، بل كان طعم لاستدراجهم للنهايه الدمويه المرعبه. اخيرا يا عزيزي بنوصل ليوم النهايه 11 مارس 1811، يوم مسبحة
مذبحة المماليك. اللحظات اللي سبقت المذبحة كانتش بتقول ابدا ان ده هيحصل. كل شيء كان ماشي بمنتهى السلاسة والنعومة. محمد عال قاعد في قاعة الاستقبال في القلعة بيستقبل امراء المماليك وبيسلم عليهم، الامراء اللي كانوا اكتر من 470 واحد. لبوا دعوته الشريفة لحفل وداع ابنه طوسن اللي خارج يعني في حملة بيسافر بره البلد. يقال ان محمد علي كان لطيف جدا في استقبالهم، دعاهم في قاعة الاستقبال، شرب معاهم القهوة ودار بينهم حديث ودي ولطيف. وهم دقت الطبول عشان تعلن عن خروج قيادة الجيش، محمد علي راح سلم على المماليك اللي بيودعوا ابنه وقال لهم اتفضلوا انا قاعد هنا شوية، وسابهم يخرجوا للمصير والنهاية. عزيزي لما اتقفل باب العزم بعد مرور طوسن باشا وفرسانه ورجال الدولة بيبدأ ضرب النار على المماليك بلا أدنى رحمة. في كتابه عصر محمد علي بيحكي المؤرخ عبد الرحمن الرافعي ان ساعتها محمد علي كان لسه قاعد في قاعة الاستقبال، ملامحه بصراحة كانت قلقانة، وشه كان مضطرب وهو عمال يسمع صوت الرصاص والصريخ، الصريخ اللي كان طالع من أمراء المماليك اللي بيتعرضوا للقتل بدون أي رحمة. المشهد كان مرعب ورهيب. جبرتي بيحكي عن واحد من قادة المماليك اسمه شاهين بيك، بيقول إن الراجل من حلاوة الروح تسلق جدران القلعة وهو بيحاول يهرب من فوق أسوارها، والجنود عمالين يطاردوه برصاص البنادق، مفيش حد هيطلع حي من هنا، مفيش رحمة. الموضوع يا عزيزي كان شنيع لدرجة إن أمينة هانم مرات محمد علي حاولت تحمي بعض المماليك اللي كانت في آخر الصفوف، وقدروا يهربوا من الممر بصعوبة ويوصلوا قصر الحريم اللي جوه القلعة ويستغيثوا بيها، ولكن التعليمات كانت واضحة، يقتلوهم كلهم من غير أي استثناءات. المشهد كان صادم لمرات محمد علي نفسها لدرجة إن هناك بعض الأقاويل بتقول إن أمينة هانم خلال 13 سنة اللي عاشتهم بعد المذبحة ما خلتش محمد علي يلمسها أو حتى كلمته. واحد يقول لي يا أبو حميد إزاي ما كانش عارف؟ دي مراته، حتى لو كان محمد علي مفيش راجل يقدر يخبي حاجة عن مراته. خليني أقول لك يا عزيزي إن هذا الحدث تم بتخطيط في غاية السرية، أربعة بس من قادة محمد علي هم اللي كانوا عارفين بالموضوع. عايز أقول لك يا عزيزي إن حتى أولاد محمد علي نفسهم ما كانوش يعرفوا، لا إبراهيم باشا ولا طوسن. طوسن كان فاكر لحد آخر لحظة إن أبوه هو اللي ممكن يكون بيتقتل جوه، عشان كده لازوغلي اللي كان واحد من الأربعة القادة اللي عارفين راح مخصوص يطمن طوسن. فضلت المذبحة مستمرة، بعض الجنود كانوا بيقطعوا رؤوس المشهورين من قادة المماليك ويروحوا يسلموها لمحمد علي جوه القلعة عشان يقبضوا عليها بقشيش. ولما ضرب النار أخيرا وقف وال470 مملوك اللي كانوا حاضرين الحفلة ماتوا، دخل طبيب محمد علي الإيطالي وقال له لقد قضي الأمر واليوم يوم سعيد لسموكم. ساعتها محمد علي طلب مية وشرب شربة طويلة، وبعد ما خلص ما قالش أي حاجة خالص. هل سكت عشان كان مصدوم من منظر الدم، ولا سكت عشان عارف إن الموضوع لسه ما خلصش وإن دي كانت بس البداية؟ قد أظن إن كده خلصت مذبحة القلعة وإن المماليك اتقضى عليهم تماما، بس لا، محمد علي كان عارف كويس قوي إنه لازم يقضي على الآلاف من المماليك عشان ينهي وجودهم تماما من البلد. الوجود اللي استمر في مصر وسيطر عليها لأكثر من 550 سنة، فنزل جنود الأرناؤوط في شوارع القاهرة يفتحوا البيوت ويدوروا على المماليك. المماليك اللي بحكم العشرة الطويلة ما بقوش خلاص مماليك بحرية قاعدين في القلعة، دول كانوا خلاص اختلطوا بالمصريين وعايشين وسطهم، وفي بينهم بين المصريين علاقات ونسب ومصاهرة. بيوت المصريين اتفتحت بيت بيت، واللي كان بيتم اكتشاف انه مملوك او حتى يتشك فيه انه ممكن يكون مملوك يتقبض عليه فورا ويتاخد القلعة، وهناك يقطعوا راسه بلا رحمة، لدرجة ان خوش القلعة اتملى بالجثث. المطاردات في قلب القاهرة استمرت لثلاث ايام، الجنود الالبان الارناؤوط بيفتشوا شارع شارع حارة حارة ويدوروا على المماليك في كل بيت عشان يقتلوه، والمماليك بيحاولوا يتنكروا عشان يهربوا من المذبحة. ناس منهم اتنكروا في لبس فلاحات اللي بيجوا من الريف للقاهرة لمجرد بس انه يهرب من القاهرة. بس الموضوع عند محمد علي ما بيوقفش عند حدود القاهرة، ده بيبعت رسائل للمحافظات والمديريات والاقاليم اقتلوا اي حد من المماليك وابعتوا لنا رؤوسهم عشان نتاكد بالفعل انكم بتنفذوا اوامرنا. وبالفعل عدد كبير من المماليك في الصعيد والدلتا اتقتلوا، وبقت كل يوم توصل شوالة مليانة برؤوس المماليك جاية من جميع انحاء مصر وبتتجمع وبتترص قدام باب العزا في القلعة او باب زويلة في قلب القاهرة. هل بكده محمد علي خلاص يسكت؟ لا، ده هيقضي عليهم لحد اخر اخر واحد، ويأمر ابن ابراهيم انه يقود حملة عسكرية ضخمة عشان يطارد بقايا المماليك، ومن مدينة لمدينة لقرية لقرية في الصعيد يقتل منهم الاف تانية في حملة تستمر لمدة سنتين كاملين. وده يفسر لنا ليه محمد علي اختار طوسن باشا ان هو اللي يطلع حملة الحجاز مش ابراهيم، مع ان ابراهيم دراعه اليمين، وده لانه كان سايب ابراهيم للمهمة الاهم في مصر، القضاء على المماليك وانهى وجودهم في مصر للابد. وبيكتمل الشكل المرعب للمذبحة في عملية دفن جماعي لجثث المماليك في حفر جماعية مثلا في ميدان القلعة. ايوه عزيزي، لو انت خارج من مسجد السلطان حسن وفي وشك القلعة وباب العزم وماشي في ميدان القلعة، فانت في هذه اللحظة غالبا هيكون تحت رجلك بقايا المماليك، عظام ضحايا مذبحة القلعة اللي مدفونين هناك.
ها عزيزي محمد علي كان عنده من التصميم والإرادة إن ينهي هذه المرحلة تماماً من تاريخ مصر ويمحي أي أثر للمماليك فيها، والحقيقة إنه نجح في ده وبشده ويبدأ مرحلة جديدة في التاريخ المؤرخين يطلقوا عليها مصر الحديثة. أيوة عزيزي، مصر الحديثة بالنسبة لبعض المؤرخين هي الفترة اللي بعد انتهاء المماليك وفترة حكمهم الطويلة لمصر، سواء كسلاطين بقى أو شيوخ بلد. الفترة اللي مصر شافت فيها أجمل عمارة إسلامية اللي شهدت انتصارات بيبرس والأشرف خليل وهزائم الغوري وتومان باي وطموح علي بيك الكبير وخيانة مراد بيك والألفي وأبو الدهب. الفترة اللي بدأت بدم توران شاه وفارس الدين أقطاي وعز الدين أيبك وشجرة الدر وقطز وانتهت بطوفان من الدماء اسمه مذبحة القلعة أو مذبحة المماليك. رحلة طويلة مثيرة للتأمل والتفكير. احنا حاولنا يا عزيزي في هذه الحلقة ان احنا نجيب الحاجات اللي نظن انها الأكثر دقة. ده طبعا ما يعنيش ان مفيش سرديات تانية ومفيش حاجات ممكن تبقى صح من اللي قلناه، ولكن في هذه الحلقة اعتمدنا على بعض المصادر، أرجوك بص عليها، وعادي جدا ان يكون هناك اختلاف بين المصادر وبعضها. نتمنى نكون وفقنا في اختيار المصادر الأقرب للحقيقة. تاني ممكن ما يبقاش واتس جود، قول لنا أرجوك في التعليقات، وممكن يبقى اتس فيري جود، قول لنا برضو في التعليقات. بس كده يا عزيزي، نتمنى نكون عملنا اللي علينا، ونتمنى ان انت كمان تعمل اللي عليك بانك تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات اللي جايه، تنزل تبص على المصادر، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. بس كده يا عزيزي، اتمنى تكون انبسطت بهذه الرحله لان هي كانت رحله شاقه ومعقده وبس، وفعلا ابذل مجهود في ان انت تبحث عن الموضوع اكتر لان هو اكثر تشويقا بكتير مما حكيناه، تاكد من ده. بس كده عزيزي، مع السلامه. لا ده مش الظاهر بيبرس، ده البيك بتاع الفراخ.